مصر هي ام الدنيا، واللي يرتوي بنيلها ويتآنس باهلها الطيبين مش ممكن يقدر يبعد عنها تاني، زي ما حصل بالضبط مع المهندس البلجيكي البارون ادوارد امبان اللي جه مصر وعشق ترابها وقدر يحول تراب صحارتها لمدينة راقية وجميلة جدا اسمها مدينة هليوبلس او مصر الجديدة. البارون من اعظم مهندسين العالم، جه مصر في الخمسينيات علشان ينفذ مشروع من مشروعاته في خطوط السكك الحديدية. اعجب بمصر وقرر يبني مدينة مصر الجديدة او هليوبلس، وبعد جاب مهندسين من بلجيكا وفرنسا علشان يبنوها، وبعد ما بناها لقاها بعيدة جدا عن مناطق وسط البلد، فقرر ان هو يمد خطوط الترام من مناطق وسط البلد لمصر الجديدة علشان يسهل عملية الربط بينهم ويخليها منطقة جذب سكاني. وهو ده ترام هليوبلس اللي قدامكم. قصر البارون مبني على قاعدة من الخرسانة المسلح، ودي كانت حاجة نادرة في البناء وقتها، وكمان كانت مكلفة جدا. فالبارون لما جه يصمم القصر بعد جاب تصميم لمهندس فرنسي مشهور قوي وقتها وهو ألكسندر مارسيل، اللي قرر ان هو يصمم القصر من بره على الطراز الهندي اللي متاخد من معابد كمبوديا، ودي كانت معابد قديمة جدا في الهند مشهورة بتماثيل بوذا والتنين الأسطوري وتماثيل الفيلة الهندية، وصمم القصر من جوه على الطراز الهندي والإسلامي والأوروبي. شايفينها دي كلها جاية مصبوبة في خرسانة مسلح جاية من فرنسا وتركبت هنا في القصر على طول، وكلها تماثيل هندية. اللي انتوا شايفينه ده اسانسير من الخشب، كان المفروض ان هو بيتفتح وجواه ارفف بيبقى عليها صواني الاكل علشان بيخرجوها بره لاهل القصر او اصحاب القصر علشان ياكلوا. والمطبخ موجود تحت في البدروم، يعني الاسانسير ده طالع من تحت في البدروم. البدروم تحت فيه المطبخ وفيه اوضه الغسيل وكل ما يخص خدمه القصر. المفروض طبعا ان هو بيتفتح بس هو مقفول دلوقتي. وده كمان أسانسير، بس المرة دي أسانسير بالكهرباء. الأسانسير ده كان برضو أصحاب القصر بيستخدموه في إن هما بيتنقلوا بيه للدور العلوي وللسطح اللي احنا هنطلع نشوفهم دلوقتي، وطبعا كان ممنوع أي حد يركب فيه غير أصحاب القصر بس. أنا هنا في أوضة من أوض الدور العلوي في القصر، بصراحة الفكرة هنا عجبتني جدا. لافتات بتحكي إزاي تم ترميم القصر بعد ما كان مهمل، وشاشة عرض بتشرح وفيها جزء خاص للسم والبكم، وكل الشكر والتقدير لوزارة الثقافة والآثار على إن هم بيسهلوا للزوار الشرح عن القصر. اللي انتوا شايفينه ده هو الحمام. أحلى حاجة لفتت نظري هنا في الحمام هي البرندة دي أو البلكونة دي، بس مقفولة دلوقتي. الفيو منها على حديقة القصر حاجة تانية خالص. هتلاحظوا هنا إن البارون كاتب أول حرفين من اسمه البي والإي على باب الحمام. كده طالعين على أهم نقطة أو أعلى نقطة في القصر، وهي السطح أو الروف. طبعا السلم الرخام اللي احنا شفناه في الاول بينتهي وبيبتدي سلم تاني يطلعنا للسطح معمول من الخشب، اجود انواع الخشب الموجوده في العالم. بصراحه السلم اكتر من رائع. شايفين عامل ازاي؟ اول ما تدخلوا السطح ما تحسوش ابدا ان انتوا داخلين سطح، تحسوا كده ان انتوا داخلين قاعه فندقيه فخمه من كتر الجمال والانبهار اللي موجود هنا في السطح. علشان كده كان دايما البارون بيعمل مناسباته وحفلاته في المكان ده.
نفسي يعني.